رأت العزيز تحيلت على سيدنا يوسف الدقة الأولى بوحدة وما تشدش، قال معاذ الله. ومن بعد جمعت عليه الرباطية ديال العيالات، ومرات العزيز راه مرات وزير الاقتصاد أو لا مرات الوزير الأول، يعني على حسب الناس المؤرخين بالنسبة لدولة الهكسوس. العزيز واش تطلق على وزير الاقتصاد بالمصطلح الحادث ولا على الوزير الأول بالمصطلح الحادث؟ وامرأة وزير الاقتصاد ما غاداش تكون كتجمع مع مرات الأستاذ، يعني تكون مع القريدية الكبار، وهادو راه عيالات القريدية الكبار تجمعوا عليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. شو اللطف ديال الله عز وجل في الخطاب؟ ما قالك فاستجاب له ربه فأدخله السجن. نبي هذا راه عزيز على الله عز وجل. ففي اللطف في الخطاب قالك فصرف عنه كيدهن. مفهوم صرف عنه كيدهن أنه أدخل الحبس. وسيدنا يوسف نفس اللذة ديال الطاعة وديال العبادة، لذلك رد وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال لي يوم لا درتوا لي يا الفاعلين يا التاركين لا تشيع. شوف درتها في الأول بوحدة وما تشدش، وجمعت عليه العيالات وما تشدش، ومن بعد ضربوا الطمر سيدنا يوسف فلبث في السجن بضع سنين. هو الشيء كله هي عندهم الحقيقة، السيد راه بريء والو. تالخر قالت لهم ألانا حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. اللي كيهمني هو الشهادة ديال امرأة العزيز. اش قالت؟ وما أبرئ نفسي إن النفس الله يفتح لك لأمارة بالسوء. أول واحد توقف لك في الطريق ما بغيكش تمشي هو النفس. كتبغي تتوب إلى الله وكتقول اليوم إن شاء الله تعالى نخرجوا من المحاضرة، غادي نتوضى غادي نصلي ولا غادي نصلي العشاء وسالينا ابتداء من اليوم. النفس ديك الساعة كتنفخ عليك، غادي تصلي العشاء 4 ركعات الفاتحة 7 ليال ولا قلتي لها 4 ركعات وشنو في الثمانة اللي لها لها 4 ركعات موت موتة وحدة اللي كاينة فحال هادشي كيبدا يضخمها لك وكتبان لك التوبة كبيرة. حتى من البنات كتخيل راسك كتقول ايوا ياك من تنصلي طنوبية الحياة. لا 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 ما احنا اللي كيبدا تخلع فيك نفسك والله. بون قلنا كي قلنا دو مانيير كاريكاتوران، ولكن راه كيبدا يعظم لك شي حوايج كتقول اواه ياك من اللي غادي نبدا نصلي غادي نتلاقى مع صحاباتي وخصني نبدا نقول لهم السلام عليكم. لا 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 ما احنا ما كنقولوا لا ما. فكيجي الشيطان والنفس وكيتجمعوا عليك، هذا عدو خارجي والنفس عدو داخلي. فيبدا الشاب وكتبدا الشابه في استعظام التوبه وفي استكثار الطاعه، كيبدا يبان داكشي كثير. ها اللي دوينا عليه، خاص الصوره تكون عندنا واضحه. 5 صلوات عندك في اليوم والليله بمعدل ما بين 5 حتى 6 ديال الدقائق لكل صلاه. غنديروا حنا 6 ديال الدقائق في 5 هي شحال؟ 30 دقيقة. عندك في النهار 24 ساعة، بمعنى عندك 48 مرة 30 دقيقة. ما تقدرش تخرج من 48. 1/48 حتى بالزيرو غتجي بعيدة فهمتيني. وهذيك 1/48 ما نطلبش منك انك ديرها كل دقة واحدة، مفرقة على اليوم والليلة. 6 دقائق. هذا الأصل الأصيل اللي تحت منه ما كاينش. واو وديك الصورية اللي كيكون فيها صلي بعدا ونتفاهموا على الصورية. الصورية نديروا لها محاضرة أخرى إن شاء الله، مي صلي بعدا فهمنا. ولكن راه الجلسة مع الدراري راه ما كتزهاتها كي ملي ضحكتو خلعتوني شي مازال كنت منا ما تضحكوش نقولوا الحمد لله. بعدا انا بوحدي اللي فيها التحرميات سامع اون في على قدو فيه التحرميات صافي بوغ بون. فكتقول ما كتحلى الجلسه حتى نجيبوا القبله عندنا حنايا. صلي ونتفاهموا على القبله. صلي ونتفاهموا على القبله كترجع عندك. بور لانسون سير انت عند القبله، دور جهه القبله ونتفاهموا على الشيء الاخر من بعد. يا ولكن زعما واش نبلوكيها دابا من الواتساب؟ غتبلوكيها من الواتساب وكدوي معاها في الانستغرام شنو زعما؟ كتحايل على دار الضريبه كدير داك الريتريت ايبارن باش ما تخلص باش تاكزونيرا من لي طاكس وتبلوكيها شنو زعما؟ راه ناضوا اليوم راه فيك يعني صلي تفاهموا بعدا على هذه، تفاهموا على هذه. شوف هذه عضفها بيديك وبسنانك، عض فيها بيديك وبسنانك.
ولا شديتيها مزيان، هي نقطة أخرى غادي نتكلموا عليها إن شاء الله تعالى. كن على يقين، غتلقى راسك شاد الخط مزيان. ما نقولش لك غتخليش ما تخليش، ديك الساعة بالي الإنسان على نفسه بصيرة ولا ولقى معاذيره، غتولي أنت عارف شنو خصو يتحيي شنو خصو ما يتحييش. حيت في الدين اللي زوين فيه ما فيش كهنوت، ما فيش واحد كيشد وصايا على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو ما خرج إلا باش خرج واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق كما ذكر جمهور أهل التفسير. هناك تولي عارف راسك شنو خصو يدار، مي صلاة عضفا بيديك وبسنانك، قول واخا الضرب سمع على الأرض صلاتي ما تفوتنيش، وديك الساعة نهضروا الحوايج الأخرين. عاوتاني ما نديرش محاضرة وحدة وصافي ونمشي، خصنا نديروا السبة باش عاود نرجعوا عندكم عاوتاني. تعجبني داك التمر وباقي ما دقتش من. المهم فقلنا كاين عدو داخلي وعدو خارجي، وهادو من الأعداء اللي عندهم علاقة إن صح التعبير بما هو غير ملموس. النفس ديالك أنت ماشي غتصوطها في بوطة تسد عليها بحال العفريت ديال الألادان ولا ما كاينة، ما كتعرفهاش. والشيطان ما كيبانش، الله عز وجل عطاه خاصية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الشيطان خدمته تيوسوس العميل الداخلي ليسبيون انترن لانفيلتري ديبارتد اللي عندك انت الداخل كيدوي معاه، والاخر كيجاوبو. على قدر التجاوب ديال النفس ديالك انت مع الشيطان غتهبط في المعصيه، على قدر ما كتقطع عليه الخط، على قدر ما كتطلع تفلوطي الفوق باش كتشم الهواء النقي ديال الطاعه. هذه الخدمه لا كومبينيزون ما بين الشيطان وما بين النفس. كاين عندنا عم سيدي ناس اللي كنشوفوهم تنعرفوهم خدامين انت هما وما باغينش لك نتايا انك تشد الخط. ما تقولش ليا باللي واحد خدمته انه تبيع 30 مليون اطرو ديال الشراب في العام لواحد المجتمع للاصل فيه انه مسلم، هذا تقريبا لا مويان ديال العدد ديال الاطروات اللي كتنتج براسلي بماروك في العام. 30 مليون اطرو يعني تقريبا لتر لكل مواطن، يعني كتضرب الاطرو ديالك في العام نفس بون تشربوا غرار تشربوا كيسان شغلك هذاك. المهم هذه لا موين، انت ما عارف لي ستاتستيك سي لاغ دو فيريفيكاسيون دي مونسونج. ف ما تقولش يا واحد كيبرودويزي 30 مليون لتر ديال الشراب في العام غادي ينشط ويفرح ويعجبو الحال الا قال لي المجتمع قد تاب الى الله وحرم الخمر على نفسه. وداك العنب اش نديرو فيه؟ نحطوه ديسير ولا هو خاصو يبيع؟ لانه ذلك بلغه من العلم، وبالنسبه لي هذوك هذه في هنا ملي كيدخل فلوس. فملي غايشوف ان عباد الله شاد الخط وبدات كتحبس الى اخره، راه يفا فير خلاو فرانسيس دي ماي دي بي، راه غايدير بيديه وبرجليه باش الشراب يبقى يتباع. منين ما جينا المهم خاصو يبيع الشراب، قيس على ذلك نفس المساله ديال الكارو، لا موين ديال 15 مليار ديال الدرهم اللي كتدخل سنويا تزيد او تنقص. 15 مليار ديال الدرهم كوم شيفر دافير اللي كتدخلها الشركه ديال الدخان ديال السجائر. غادي نتا وتقول لهم حق قال لا راه الاستاذ ياسين كيدير لنا الدروس وما بقيناش بغينا كنسمعوا لهم، بقيناش بغينا نكميو. واخا عرفت يتلقى الاستاذ ياسين بكميو في الدوره ديال لا غير باش يهزوا وصلوا ليساس باش فهمنا. ف الناس كاينه ناس خدامه لك. انا بيان سور عطيتك غير دو زيكزومبل بالنسبه لنا حنا، جوج ديال الامثله بالنسبه لنا. اما الا جيتي تشوف على الشيء مثلا ماكرو بلانيتير غادي تشوف القضيه مثلا يستحيل البنك الدولي اللي زارع لك لي بنك سنترال في كل بلاد وكلهم عن طريق هذوك الابناك المركزيه كيجير لك الاقتصاد، هو اللي كيحدد لك لا بوليتيك مونيتير، هو اللي كيدير لامبريسيون ديال لا موني، هو اللي غادي يجر لك الشغل لقدام. تجي انت وتقول لي حق قال لا راه الربا حرام غنحبسوا التعامل بالربا، يقول لك ياك ودي لاباس. جيتي حتى لعندي انت وبغيتي كل الربا واش غادي يطلق؟ غيطلق لك ناس. لان شوف الحق واضح، بغيتي ولا كرهتي الداخل ديالك الحق كيغوت كيقول لك هذه حرام هذه حرام. فاش تيدير هو خاصو يخرج لك داك الحرام اللي عندك انت حرام، خاصو يخرج لك ناس اللي غادي يعطوك لافال باللي راه حلال باش ماشي تجي تكونسوميه وانت ما حاملش. حيت الا جيتي تكونسوميه وانت عارفه حرام ما يضمنكش غتبقى معاه، اي لحظه تقدر تتوب لان باب التوبه مفتوح مع هذا الانسان حي. هو خاصو يخليك تغرق فيه وانت تعتقد انه حلال. هما يخرجوا لنا هاد 15 سنه الاخرى بعض الرؤوس اللي كيقول لك هذوك صحاب عتي اللي كتسمع عندهم شي جمل معلبه ديك ديال بقاو متبعين نتوما دوك صحاب الكتب الصفراء هذا داك الدين ديال القدام، هو اللي يقول لك اودي راه الدين لعبوا فيه الامويين والعباسيين وهادشي اللي وصلنا راه ما عرفناش واش داكشي صحيح ولا ما صحيحش. وتيبدا يحطوا شي امور
ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك حق النار الربا اللي كيهضر على النبي عليه الصلاة والسلام، راه كيقول لك ودي راه الحرام على داك اللي كيعطيك الربا، ما انت اللي كتمشي تاخذه راه ماشي مشكل.